4 سنين اجندات دوليه كانت كبيره جدا الحقيقه الموسم اللي فات. كل دي سلبيات، لكن الحقيقه كان في ايجابيات ثانيه كتير لازم نبقى شايفينها واتحققت الحمد لله على ارض الواقع. زي ما قلنا بعد 12 سنه ابتدينا من 2000 مشجع، نهينا الموسم ب 5000 بس اختلف استحداث بطوله زي كاس الرابطه. تواجد الرابطه بقى ليها كيانها وقدام مكتسب كبير، وكان موسم تاسيسي وصعب ان انت تقدر تفصل ما بين الاتحاد والرابطه ويكون في فصل الحقوق والالتزامات والمجالات. في مكتسبات ثانيه زي مثلا شفنا القرعه مفتوحه عامل قرار الملعب في مواعيدها. تغلبنا على حاجات كانت موجوده في مواسم قبل كده في تاجيل مباريات يمكن قبل ما 48 ساعه ما تتلعب ده ما شفناهوش الموسم اللي فات. شفنا مباريات القمه هوم واوي ما حصلتش في موسم 66 اللي يتلعب على الملاعب الطبيعيه بتاعنا. فدي الحقيقه كلها مكتسبات توأمه اعتراف رابطه الاتحاد الرابط العالمي برابطه الانديه المصريه ودخول رابطه الانديه المصريه في الجمعيه العموميه. توأم اللي حصل في رابطه الانديه المصريه ورابطه الانديه الاوروبيه. الحمد لله كان فيه مكتسبات. وزي ما احنا بنقول انا وزملائي بنتشرف دايما بوجودنا في مجلس اداره الرابطه ان كل حاجه اتحققت ما حققش 50% من طموحاتنا ومن اللي احنا عاوزينه في الكره المصريه. ان شاء الله يكون موسم موفق. احنا باذن الله اعداد الجماهير هتزيد مع دايما الموسم. وهنا الحقيقه يعني ليا رجاء كده عند مجالس ادارات الانديه المحترمه ان احنا عندنا واجب ما دام الدوله المصريه كل مؤسساتها بتدي الدعم ده للكره المصريه، احنا عندنا واجب دعم يعني ان احنا نتكلم عن مقارنه والجمهور نفسه عليه واجب احنا نقدر نزود الاعداد عشان نوصل للطاقه الوسطى تاني. احنا هنبتدي الموسم ده ان شاء الله ب6000 كل المباراه، وزي ما بقول دايما كل مؤسسات الدولة المصرية عاوزة المدرجات تكون مليانة، واحنا كرابطة ده حلمنا من الأول، ولكن علينا دور ومجالس إدارة الأندية عليها دور إن احنا ما يكونش في احتفاظ من الأول إن احنا نوصل للطاقة الكاملة للاستادات، لأن هي دي متعة كرة القدم وهو ده الوجه اللي احنا عاوزين نصدره للكرة المصرية وبتستحقه الأندية المصرية والكرة المصرية. الموسم ده إن شاء الله هيبتدي يوم 18/10 وهينتهي 30/6. احنا دايما كنا بنتكلم ان احنا عاوزين موسم استثنائي عشان نقدر نرجع نلعب في المواعيد.